لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا. أستاذ ضياء، كيف تفسرون ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في العراق؟ هذه ليست حالة جديدة، لأنه نعرف كيف بدأت في البصرة، لأنه هي مخلفات الحرب اللي بدأت بها الأمريكية والأنقاض المتواجدة وضرب العراق باليورانيوم المخصب، وحتى في بغداد هذه الحالات تقريبا، هذه الحالات موجودة في عموم العراق المناطق الجنوبية، ومن ضمنها أنا لأول مرة أسمع أنه في النجف، لأن النجف لم تحدث حرب مثل ما حدثت في البصرة أو الناصرية والمناطق الأخرى. نعم. مع الأسف الحكومة العراقية والمحتل المفروض هم يتحملون المسؤولية، لأنه هذه الكارثة الطبيعية الذي تحدث الآن في العراق من السابق ولحد هذه الحالة ولحد هذه اللحظة ممكن معالجتها، ولكن الحكومة العراقية وحتى المحتل لا مهتمين بهذه الوضعية، ولا يهمهم الشعب العراقي، ولا يهمهم بما يحدث الآن بالشعب العراقي. كل ما هنالك هم مهتمين بسرقة أموال الشعب العراقي، وعدم اهتمامهم بأبسط القضايا والتزامهم أمام الشعب العراقي. أستاذ ضياء، من جهة أخرى سجلت ارتفاع أيضا سجل في معدلات الملوحة في الأنهر بالإضافة إلى المواد السامة التي أدت إلى نفوق الأسماك في البصرة. إلى أي مدى تظن أن هذه الكوارث مفتعلة وتهدف لضرب ثروات السمكية والزراعية في العراق؟ هذا بالتأكيد هي مخطط إلها. العملية الموارد المياهية وسيطرة على المياه في العراق لم تجود مثل ما كانت قبل 2003. كانت هناك سيطرة على المياه وكيفية معالجة المياه في العراق ككل، لأنه عندنا سدود وعندنا خزانات لحفظ المياه. هذه السدود والخزانات حقيقة بعد ما صار الاحتلال لم تكن تحت قيود أو شروط البيئة المتعارف عليها دوليا. بالوقت الحاضر هذه سبب الملوحة لقلة المياه بالعراق أولا، وللسدود الذي عملتها تركيا ثانيا، لأنه تركيا هي تتحمل جزء كبير. أنا امبارح كانت تكون محاضرة عن هذا الموضوع مع ألمان، لأنه الألمان هم مولوا هذا المشروع في تركيا بالسد الكبير في تركيا، لأن هذه السدود في تركيا أثرت تأثيرا كبيرا على المياه الذي داخل إلى العراق. مع الأسف الحكومة العراقية لم تفرض شروط دولية متعارف عليها كيفية. برأيكم أستاذ ضياء، ما هي الخطوات المطلوب اتباعها اليوم لإنقاذ العراقيين وإنقاذ هذه الثروات الطبيعية أيضا؟ الثروات الطبيعية الموجودة أختي العزيزة لا يمكن إنقاذها بصيغة سريعية، هذه كارثة بيئية كبيرة. المفروض الحكومة العراقية تستعد ومن فترة طويلة بالمحاججة مع تركيا والقوانين الدولية، هي تحفظ المياه الذي تدخل للعراق ونسبة المياه الذي تدخل للعراق. الحكومة العراقية ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ولا يمكن أن يتحدثون بهذا الموضوع، هم ملتهين وما يعني بالأمور الثانية وهي أمور سرقة أموال الشعب العراقي. هذه الأمور بعيدين عنها جدا. شكرا لكم أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.